بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا قد وعدناكم في الجمعة الماضية أن نتابع الحديث حول موضوع محوره العراق. ذكرنا فيما مضى أن العالم الإسلامي وخاصة العربي يتعرض منذ قرن لحملة صليبية واسعة متعددة الوجوه والمجالات، من عسكرية إلى ثقافية إلى أخلاقية إلى آخره، اقتصادية وهلم جرى. واستطاعت هذه الحملة أن تشق طريقها ويصبح لها جمهور في عالمنا، والكثير من أبناء المنطقة اليوم بدون أن يدركوا أصبحوا جنودا لهذه الحملة الصليبية، حتى وهم يظنون أنهم ليسوا كذلك. جنود في الإعلام أو جنود في الأخلاق أو الجنود في السياسة أو الجنود بحمل السلاح إلى آخره، أو في الاقتصاد. واستطاعت هذه الحملة أن تحقق لنفسها إنجازات مهمة، ما خطط له الآخرون وكان مستغربا ومرفوضا ويعتبر من الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها. أتحدث عن عقود مضت، اليوم هو أمر طبيعي ويجب أن نقبله، بل هو طبيعة الأمور. ليس فقط أنا أتحدث، لا أتحدث عن القضية الفلسطينية فقط، يعني القضية الفلسطينية كانت في النصف الأول من القرن الماضي أمر لا يمكن لأي مسلم أن يستطيع أن ينام وهو يتخيل أن القدس احتلها الصهاينة وأن فلسطين انتزعت من أهلها وجيء بشعب آخر سكنها وهجر أهلها. من ذاك الزمان وأولئك الرجال والنساء إلى اليوم الأمر بات في مكان آخر. اليوم المتطرفون من المسلمين والعرب هم الذين يدعون لدولتين في فلسطين، ولا يقبلون أن تكون القدس كلها لليهود. لا بأس أن يقبلوا بجزء منها لهم والبقية لليهود، هذا المتطرف. أما المعتدل الذي يفكر حسب منطقهم بحكمة وبروية هو يدعو لأن نقبل بالأمر الواقع. بس حتى هذا الأمر الواقع الذي يدعون للقبول به هو أيضا هلامي، يعني ما هو الواقع؟ هل الواقع هو الوجود الصهيوني الحالي، أو الواقع هو ابتلاع فلسطين كلها، أو الواقع تسليم المنطقة باقتصادها وبسياساتها للصهاينة إلى النهاية؟ هذا كلمة الواقع كلمة مطاطة جدا. المهم أننا لو حاولنا أن نقارن ما بين مواقف أهلنا ونحو مواقفنا اليوم، الأمر شاسع. على مستوى الأخلاقيات، أنتم بتعرفوا أنه في كثير من دولنا يستحون أو يهربون
من التنديد مثلا ببعض الأخلاقيات الغربية، الهجوم على بلاد المسلمين، هدم المساجد، قمع الحريات، حتى أننا نحاول أن يعني لا نواجه الدعوة إلى المثلية في عالمنا حتى لا يغضب علينا الغرب، وعندنا أصوات كثيرة تحاول أن تقنعنا بأن هذا من الحضارة الحديثة. طبعا أنا أتحدث عن مجالات واسعة تقدم فيها الغزو الصليبي. الغزو الصليبي يا إخواني أخطر مرحلة من الغزوات الصليبية هي الغزو الصليبية الحديثة. الكثير منا ركب هذه الموجة، موجة الغزو الصليبي، وكنا عم نتحدث عن أن هذه الغزوة قطعت أشواط، وكثير منا يركب الموجة ويفتخر بأنه هو ينتسب للحملة الصليبية للخيانة للغدر بأهلي، ويقول هذا ليس غدرا وإنما هذا إنقاذ للأمة وإنقاذ لمستقبلنا، وهكذا. تعرفون أن السفلة والمجرمين يجيدون الوقاحة. من جملة هذه الحملة الغربية التي انتشرت في عالمنا طبعا الغزو العسكري الذي شن على العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل، طبعا هم يعرفون بل متأكدون أن العراق ليس فيه أسلحة دمار شامل. طبعا نحن لا نريد أن نخلط بين أمرين، بين من يحاول أن يلوذ بالغرب ليقتلع صدام ويستثمر مكان صدام لنفسه، ويقول لك كيف أنت يعني أنت حينما ترفض الحملة الغربية وترفض إنقاذ العراق من صدام يعني أنت تخطئ، لأن صدام كان مجرما. لا نخلط الأمور، صدام أيضا هو نتاج الحملة الصليبية مثلك أنت تمام. الدور الذي تقوم به أنت اليوم هو صدام نفسه كان يقوم به بالأمس. نحن يجب علينا أن نقاوم الحملة الصليبية بكل تجلياتها، مجازا نسميها تجليات، كل تجلياتها إن كان بصدام أو بأمثالك. شيء طبيعي يجب أن نكون مدرك عندنا واضح لكل الناس، الفساد لا يجتث بفساد أعظم. الفساد لا يجتث بفساد أعظم، والخيانة لا تعالج بخيانة أعظم. أن صدام موجود مجرم قاتل مزق فعل، مضبوط صحيح كما تقول، لكن أنت بماذا عالجت مشكلة صدام؟ بخيانة أعظم من خيانة صدام، وبفعل أشنع من فعل صدام. هذا لا يبرر لك شيء. الإسلام
رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخيانة ليست رحمة، ومشاركة الفاسدين فسادهم ليس رحمة. الله حينما أرسل موسى إلى قومه قال له أخرج قومك من الظلمات إلى النور، والفساد ليس نور، والخيانة ليست نور، والظلم ليس نور إلى النهاية. والله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين نحن من الإسلام هذا؟ أين نحن من الإسلام؟ أما أنك تتحدث عن أنه آتتنا فرصة كل عمرنا، هذا منطق شيعة طهران، شيعة السلطة في طهران، أن كل عمرنا نحن تحت الحذاء، كل عمرنا مظلومين، مقهورين، مسلوبين، منبوذين، وصارت لنا فرصة حتى نظهر فوق السطح ويكون لنا دور وشأن وكذا. وإلى هذه اللغة يعني تستساغ من قبل الجهلة والبسطاء والمغفلين الذين لا يعرفون الكثير من الأمور، بل ممكن تتصاعد هذه السلطة تصير حماسية، ويصير الناكر لها والرافض لها هو لا يفهم، هو غبي أو هو مجنون أو هو معتوه إلى النهاية. طبعا أنتم تعرفون أن الشيعة في لبنان أو في العراق أو في أي مكان آخر اليوم ليسوا في وضع جيد، بل إذا قلت أن وضعهم اليوم هو أسوأ من وضعهم بالأمس قد لا تتجاوز الحقيقة. في لبنان وضع الشيعة اليوم الذين يدعون أن السلطان لهم هو أسوأ بكثير من وضعهم أيام وصفهم بأنهم كانوا بؤساء. اليوم أشد بؤسا وأشد ظلما وأشد قهرا. نحن ببركة ببركة سياسة ركوب موجة الحملة الصليبية الحديثة، ربما بعض إخواننا هنا في لبنان يستغرب، نحن المقاومة تصفنا بهذه الصفة؟ نحن اللي حررنا، نحن اللي قاتلنا، نحن اللي عملنا، نحن اللي سوينا، كيف تدعي وتقول نركب موجة الحملة الصليبية الحديثة؟ موجة الحملة الصليبية الحديثة، لا لا لا، أنت تجافي الحقيقة وأنت ظالم في اتهامك إلى النهاية. معلش يا إخواني، ما كتير تغضبوا لحالكم، ما كتير تغضبوا لحالكم. بهدوء كل إنسان يفكر بدقة ماذا التيار الشيعي المرتبط بطهران ماذا فعل خلال هذه السنوات، ماذا دمر، وإلى أين وصل؟ من منكم راض عن وضعنا في لبنان؟ من منكم لا ينتقد هذا الوضع؟ من منكم لا يدرك أن ما نحن فيه اليوم يخدم الصهاينة والأمركان إلى النهاية؟ من منكم يرضى عن وضعنا في العراق؟
من منكم لا يرى في هذا الوضع خدمة للصهاينة وللأمريكان وإلى النهاية؟ من منكم لا يرى بؤسنا وشقاءنا ومظلوميتنا ومظلومية من حولنا أيضا؟ من أين جاء هذا؟ أليس عن طريق شيعة طهران الذين ركبوا موجة الصليبية الحديثة؟ نحن جزء من حملة صليبية لمحاربة الإسلام، نحن جزء من دمار الأمة. لا أقول لكم بصراحة وبوضوح، أقسم لكم بالله العلي العظيم إنها الحقيقة. دور الجندي الإسرائيلي في المنطقة اليهودي ودورنا نحن اليوم، مش بس نحن كشيعة، لا بس يعني في أطراف تعرفوا رأينا أنه الأنظمة العربية جزء من هذه الحملة والجيوش العربية جزء من هذه الحملة، إن كانت سنة وإن كانت شيعة. بس عم نتحدث عن مصيبتنا، عن وجعنا الداخلي. الجندي الإسرائيلي له دور لخدمة الحملة الصليبية في المنطقة، الحملة الصليبية الحديثة. حامل السلاح الشيعي في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا يصب دوره بنفس الدور الصهيوني وبنفس دور الأنظمة العربية وجيوشها. نحن كلنا صهاينة وحكام منطقة وجيوش منطقة ومسلحي شيعة ومسلحي أكراد، وإلى النهاية تصب أعمالنا في خدمة المشروع الجديد للحملة الصليبية الجديدة. يعني نحن واليهود في فلسطين نخدم نفس الإله، نفس السيد. هاي الحقيقة. ولا ماذا تركنا؟ أذكركم بأمرين، أذكركم بأمر اللي فعلا هو يريد إنقاذ أهله وتحريرهم، ما بيدمرهم، بيخطط أن يستعين فيهم للمستقبل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل مكة التي لم تترك قبيحا إلا فعلته، لم تترك جريمة إلا ارتكبتها، لاحقت رسول الله وراح ولاحقت أصحابه إلى أقصى الدنيا، شنت عليهم حروب، قتلت من قتلت. حينما دخل مكة كان يستطيع أن ينتقم وله كل المبررات للانتقام، أن يفرض هيبته بالحديد والنار، لكنه اذهبوا أنتم الطلقاء. لأنه إذا أراد أن ينشر الإسلام أين ينشره؟ من يخاطب فيه؟ كيف هو رحمة للعالمين؟ عمليا رحمة للعالمين هو يفتح الأبواب، لا يفتح المقابر، يفتح العقول. حينما ندمر العراق ونقتل أهله بمختلف جنسياتهم وندمر سوريا، وبتعرفوا أنتوا شو عملتوا بسوريا، بتعرفوا منيح عملتوا بسوريا أسوأ مما عمل صدام بالعراق بكثير بكثير. إياكم أن تقولوا صدام صدام وأنتم كنتم في سوريا أقذر من صدام. بينما مثلا تنقل الرواية عن الإمام جعفر عليه السلام الله أن الله أرسل نبيا إلى جبار وقال له قل له إنني لم أستعملك على سفك الدماء، إنني لم أستعملك على سفك الدماء
واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لا أدع مظلومتهم أو ظلامتهم إن كانوا حتى إن كانوا كفارا. الأنبياء وأتباع الأنبياء عملهم الإنقاذ، عملهم العدل، العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هنا يا إخواني يا كرام، بيننا وبين الله حساب يوم القيامة، سنسأل عن كل شيء ونحاسب عن كل شيء. نحن للأسف أننا ركبنا موجة الحملة على الإسلام، للأسف. ماذا تقول الأجيال القادمة؟ ماذا نقول لله جل وعلا شأنه؟ كيف نسأل عن أطفال المسلمين؟ نسأل عن أعراض المسلمات؟ نسأل عن كرامة أهل الدين؟ بماذا نجيب؟ في لبنان بماذا يجيبون؟ ما إلنا علاقة، هذا كذب قراح. ليس لغيرهم علاقة، هم لهم كل العلاقة في كل ما يجري من نهب وقتل وضياع وجريمة، كل شيء في العراق. وهنا أستغرب سكوت المرجعيات، إن كان في لبنان وإن كان في العراق وإن كان في إيران. يا عمي أنتوا كل عمركم تدعون الحرص على الإسلام وأنكم دعاة العدالة وأنكم الناطقون بالحق وأنكم على نهج أهل البيت، وينكم عن الظلم القائم؟ وأنتم قادرون، مرجعية العراق قادرة إذا صدقت، قادرة أن توقف كل هذا البلاء في بغداد وأن تضع حد لكل الفساد. هذا إذا شاءت أن تستقيم. ما هو دوركم؟ أنتم أعلى شأنا من الإمام الحسين. الإمام الحسين خرج للأمر بالمعروف وللإصلاح في دين جده، أنتم ماذا تفعلون؟ حتى بسكوتكم أنتم تدعمون الظلم والفساد والرذيلة. في لبنان يقتاتون فتاة الظالمين. اليوم نحن ممكن بعضهم يندد بفلان وفلان أنه كان يأخذ من بني أمية مالا أو كان يأخذ من بني العباس مالا. إلى النهاية أنتم الأموال التي تأخذوها لتسكتوا ممن؟ أكيد، بالتأكيد، بالتأكيد من حكام أسوأ من بني العباس بأضعاف وأسوأ من بني أمية بملايين، أكيد. على كل حال، لا بالأكثر من هذا، يحاولون خداع الناس. ما أمس طلعت معزوفة القاتل والمقتول في النار، أنه في العراق قاتل ومقتول في النار. طبعا تعرفون أنه استخدام السلاح في العراق أو في غير العراق اليوم من الأمور التي تجهد الدفاع عن الحق وتمكن الظلم. ولهذا لسنا ممن يرى حل المشكلات بالسلاح. لكن تريد أن تقول لي أني إذا صرخت في وجه الظالم وخرجت أندد بتصرفاته ووقفت في الشارع أو اعتصمت في مكان أو حتى دخلت على داره وقارعته وقتلني
أكون أنا قتيل نار، القاتل والمقتول في النار؟ هذا هذه الأساليب استخدمت حتى في أيام زمان. طبعا حينما خرج معاوية على دولة الإسلام وشق عصا الطاعة وقاتل المسلمين، وبعض الصحابة تلكأوا عن نصرة دولتهم وإسلامهم، مثل سعد بن أبي وقاص، مثل عمر عبد الله بن عمر بن أبي الخطاب وغيرهم، بعض اللاحقين. لا أظن أن هذه المقولة كانت في أيامهم، لأنه أعتقد أن الأمر كان أوضح من أن ينطلي هذا تنطلي هذه اللغة على الناس، أنه القاتل والمقتول في النار ولا نريد أن نشارك في هذه الدماء. يعني علي بن أبي طالب قاتل ومقتول في النار، يعني الدفاع عن الحق؟ لا، ليس كذلك. القاتل والمقتول في النار في قضية ليس فيها حقها وظلم، ليس فيها معتدي ومعتدى عليه، ولهذا أمر الإسلام المؤمنين بأن يقفوا في وجه الباطل حتى ولو قتلوا. عفوا، أنا أريد أن أقول حتى هذا الفقهاء والمراجع بدل أن يستعينوا لدعم المظلومين، يستعينوا بالدين لدعم المظلومين، استعانوا بالدين لمحاربة وإسكات المظلومين. على أي حال، نحن بين خيارات، إن كنا في لبنان أو في العراق أو في أي مكان، أو في بالخليج أو في مصر أو في شمال إفريقيا، نحن أمام حملة صليبية حديثة على كل الصعود. ونحن إن سكتنا أو تراجعنا أو جلسنا في بيوتنا، نحن شركاء لهذه الحملة بالسكوت. لهذا لا خيار إلا أن نخرج ونرفع أصواتنا بما يمكن أن نحقق، بالحد الأدنى أن نبرئ أنفسنا بين يدي الله من مشاركة الظلمة بما يفعلوا. وعلى العراقيين ألا يسكتوا وأن يخرجوا وأن لا يسمعوا للطغمة الفاسدة الفاشلة الكاذبة الناهبة السارقة القاتلة المتربعة على صدورهم في بغداد. نسأل الله أن ينصرنا على أهل الباطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.